السلام عليكم، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ رب تكونوا بالف خير. النهارده احنا في فيديو جديد مع بعض، وجايبه لكم النهارده المطبخ اللي في بدايه الفيديو اللي هنشوفه ده دلوقتي مع بعض، وجايبه لكم كمان شقه تانية مختلفه كمان خالص هنشوفها ان شاء الله كمان مع بعض، وشقه في اخر الفيديو. يعني دلوقتي دول 3 شقق، ده المطبخ بس بتاع الشقه الاولانيه، ما كملتش بقيه تصوير الفيديو، وكمان الشقه التانية هتشوفوها معايا بالمطبخ بتاعها شامله كل حاجه، شقه كمان جميله جدا. واتمنى طبعا ان انتم تكملوا معايا الفيديو. وقبل طبعا ما نكمل الفيديو مع بعض، بشكر كل الناس اللي بتحط لي لايكات، وبشكر كل الناس اللي بتكتب لي تعليقات حلوه، وبشكر كل الناس اللي بتفرحني في التعليقات وبتكتب لي كلام حلو، وبشكر كل الناس اللي هتحط لي كمان لايك للفيديو ده وتفرحني كمان. انتوا كمان بتفرحوني، وانا كمان ببقى نفسي اجيب لكم فيديوهات كتير وافرحكم زي ما انتوا بتفرحوني. دلوقتي هنكمل الفيديو مع بعض. زي ما احنا شايفين كده، مطبخ النهارده ده جميل جدا، عجبني قوي تنظيمه وترتيبه في كل حاجه. شايفين بقى الاستاند الطويل ده، طبعا هو فاضي زي ما انتوا شايفين، عشان طبعا لسه العروسه هتحط بتاع الخزين بتاعها، فيه بقى ازايز الزيت مثلا، علب البهارات لسه هتملاها، الكلام ده كله، فعشان كده سايبينه فاضي. تمام، دلوقتي هنكمل كمان المطبخ مع بعض، وهنشوف الرص بتاع المطبخ العروسة عامل ازاي. طبعا في وش باب المطبخ زي ما احنا شفنا كده، طبعا هو المطبخ متقفل، الالموتات بتاعه عاملين مكان للتلاجة، فعشان كده كان لازم التلاجة يبقى مكانها في وش باب المطبخ زي ما احنا شايفين. وهنفتح كمان دلوقتي غرف المطبخ مع بعض. المطبخ معمول ازاز، يعني ده الموتال مع ازاز كمان، فزي ما احنا شايفين كده كل حاجة في المطبخ جميلة، واللون بتاع المطبخ حلو، عاملين طبعا اللون البني مع اللون اللي هو الجلاكسي الاسود بتاع الرخام، والمطبخ كمان ذات نفسه بني كمان في بيج زي ما احنا شايفين كده، هو كله ما شاء الله ماشي مع بعض ومتناسق وكده. انا بحب دايما في المطبخ زي ما احنا شفنا الدرفه اللي فوق دي كده بتاعت الخلاطات والكبه والكلام ده، وزي ما احنا شفنا هنا كده كمان تحت الجزء بتاع المقالي ده، دي كده الرخامه بتاعت العروسه، وهنا ما شاء الله كوبايه عندها ما شاء الله، دي الرشاقه بقى اخده كوبايات ميه كتير، وكمان اطباق فوق. هنفتح هنا كمان الدرفه دي، الدرفه دي زي ما احنا شايفين فيها طقم لوحده، وكمان فوق بقى صواني وبقيه صواني وحلل وكده. يعني طبعا لسه هنكمل بقيه الفيديو مع بعض، وهنشوف كل حاجه اكتر مع بعض. المكان اللي تحت الفاضي ده للغساله. تمام، دلوقتي بقى هندخل بقى على شقه العروسه الثانيه اللي قلت لكم عليها من البدايه. طبعا الساعه كانت لسه على الارض، لسه ما اتعلقتش، انا صورت لكم يعني يعتبر الخلاصه بتاعه الشقه، وطبعا لسه في حاجات كتير هتتعمل وكده. دي الشاشه كده هم علقوها، تمام، ولسه الارفف بتاعه اللي في الجنب دي بتاعه المكتبه اللي هي الجبسون بورد دي، لسه طبعا برده ما خلصتش، بس انا حبيت برده اوريكم كده الملخص العام بتاع الشقه والالوانات بتاعتها، عشان طبعا كل عروسه حسب الاذواق اللي بتحبها، وكل عريس برضو بيعمل اذواق مختلفه. ساعات العروسه تقول لي انا كنت مختاره مع الراجل بتاع الدهان مثلا، قلت للعريس انا عايزه لون اخضر او لون ازرق درجه معينه، فجت تبص لقيت الراجل بقى اللي هو النقاش وكده عمل لها درجه تانية مختلفه، فساعتها بقى مثلا في حيره برضو. طبعا دي تكلفه، هي مش عارفه العريس طبعا مش هيقدر برضو ان هو يغير اللون. ولو دلوقتي كمان كده بقى شفنا الركنه بتاعتها اللي هي طبعا اللون برضو البتنجاني الغامق ده، او اللون اللي هو الازرق، يعني مدي ميكس كده بين اللونين، وكمان اللي هو لون الهافان ده زي ما احنا شايفين. وطبعا عملت التكاوي بقى الصغيره، في ناس بتعملها مشجر كده يعني. وهنا كمان طبعا معظم الناس دلوقتي بقت بتتجه للونين دول، اللي هو اللون الفيروزي شويه مع اللون الكشمير، طبعا كل واحد حسب ما بيحب طبعا، وحسب الالوانات اللي هو بيميل ليها وكده. فما شاء الله يعني انا بحب افرح العروسه من هنا، واقول لكم طبعا ما تنسوش بقى تحطوا لها اللايك وتفرحوها وتسعدوها كده. ودلوقتي بقى هنشوف النيش ورصه النيش بتاعتها، ما شاء الله النيش بتاعها كان جميل، وكل حاجه عندها في النيش بتاعها جميله زيها، وهي ما شاء الله عليها يعني العروسه كانت زي العسل وجميله جدا، فاحب ان احنا نفرحها بقى ونحط لها لايك كمان ونبسط العروسه. زي ما احنا شايفين كده، دي الكاسات بقى والكوبايات بتاعتها، شايفين بقى طقم اللي هو اللي معاه الدور ده والقاروره ده، شكله حلو، اللي هو اللون مدي على احمر كده شويه او بينك شويه، حلو ومختلف. وده الطقم الشاي بتاعها، شايفين بقى عاملينه الرصه عامله ازاي، ده الطقم الكبير، واخدنا منه طقم الشاي حطيناه فوق كده، لان يعني طقم الشاي بتاعها ما كانش جايبه كمان طقم كامل اهو تاني، فاحنا حابين نحط كانها جايبه طقمين شاي يعني مش طقم واحد، فقسمنا لها الطقم الكبير على 2، طقم شاي فوق وطقم التاني بقيته تحت. وده برضو طقم الشاي بتاعها ده كان مميز وكان شيك وحلو جدا، اللي في الابيض وفي الورد ده،
زي ما احنا شايفين، وخلينا مثلا هنا اللي هو في بينك مع البينك زي ما احنا شايفين كده الجزء الخاص هنا. وكمان الدورة بالكاسات دي او كوبايات المية دي تشبه برضو الدورة اللي هناك بنفس الالوان بتاعته يعني. فزي ما احنا شايفين كده ما شاء الله حلو جدا. وده كمان كده شكل كراسي السفرة بالترابيزة حلوة جدا برضو. انا عامة يعني بحب البساطة اكتر في كل حاجة. ده شكل النيش كده كمان من بعيد، وكمان ده السقف. طبعا هما مثلا لو كانوا خلوا السقف ابيض وكده كان هيبقى احلى بكتير، بس عامة طبعا برضو كل واحد واختياراته. وهو كمان طلع شكله حلو، وهم حبوا يعني ان هما ينسقوا الازرق مع الركنة. هنا كمان دخلنا بقى على الصالون زي ما احنا شايفين كده، عاملين الصالون اللي هو اللون برضو اللي هو الكشمير شوية، وجايبين برضو السجادة الكشمير، والبرقع برضو كشمير غامق يعني عملوا فيه درجات، وكان شكله حلو وجميل. واهم حاجة ان ربنا يهنيهم يا رب ويسعدهم، اهم كمان من اي حاجة في الشقة وكده، اهم حاجة هي الهنا وراحة البال بمعنى اصح اكتر من العفش والحاجات اللي العروسة دي كلها بتجيبها. تمام. هنا برضو كده ده طبق طبعا اللي هو بيكون بتاع المتقسم ده بتاع المكسرات، كحك وبسكوت. في ناس بتحب ده اكتر من الطبق اللي هو الطويل، بس هي طبعا بتبقى اذواق يعني. تمام. هنا برضو يعني شكل الكراسي اهو، وعامله هنا كده اللي هي القنصور ده، وحاطه جنبه اللي هم الاثنين الفتيهين اللي شكلهم مختلف دول، وكمان كان شكلهم حلو ومديين شكل حلو قوي يعني في الصالون. تمام. دلوقتي بقى هندخل على المطبخ بتاع العروسه بقى. تمام. هنا بقى شكل المطبخ بتاعها، هي عملته اللون البرتقاني شويه زي ما احنا شايفين كده، وكمان شكله حلو وشيك. طبعا شفنا المطبخ الاولاني، ده كمان الستايل المطبخ الثاني عشان نشوف. انا بحب اجيب لكم ستايلات مختلفه عشان العرايس اللي بتجهز وكده تشوف الستايلات عامله ازاي وتشوف كل حاجه. طبعا كل واحد ومقدرته يا جماعه. في واحده قبل كده كلمتني قالت لي مش في امكاني انا اجيب كل الكلام ده. قلت لها يا حبيبه قلبي كل واحد بيجيب على قد امكانياته، يعني مش شرط تجيبي حاجات كتير، او لا انت ممكن تجيبي في النيش والله على هتحطي في كل رف طقم واحد، احسن ما تحطي 20 طقم، والطقم الواحد ده هيكون 8 كاس او يعني طقمين او 3 من اللي محطوطين منهم دول في النيش كتير جدا. يعني بروح للعرايس جايبه كميه طقم كاسات ليه؟ طب ما انت بمعنى اصح ممكن تكون تجيبي واحد اشيك من الكلام ده كله. تمام. هنا طبعا زي ما احنا شايفين بقى دي الغساله بتاعتها، ده الميكروويف. شفنا الغساله طبعا كانت في وش الباب، وده الميكروويف بتاعها اهو، حاطه عليه فوق الشوايه، وده البوتاجاز زي ما احنا شايفين كده. والمطبخ بتاعها ما شاء الله جميل جدا، ربنا يهنيهم يا رب. وده كده الحاله بتاعتها الجرانيت بقى، هي جايبه الطقمين، جايبه الجرانيت وجايبه السيراميك زي ما احنا شايفين اهو. كل حاجه ما شاء الله عندها في المطبخ حلوه وجميله. وده كمان الرف الاستانلس. انا بحب العروسه اللي بنيجي نقسم لها كل حاجه، يعني نخلي الجرانيت في ظرفه، الاستانلس في ظرفه، الخلاط والكيتشن ماشين والهاند بلندر والكلام ده كله برده في ظرفه، ما يبقاش كله فوق بعض وكده سلطه، لا اما بيكون منظمه الحاجه بيكون احسن بكتير. وهي ما شاء الله هنا برده العروسه دي مطبخها كبير وواسع وحلو يعني، يعني اخد كل حاجه وبزياده كمان زي ما احنا شايفين كده. المطبخين اللي معانا طبعا النهارده يستاهلوا احلى لايك. الشقه بتاعت النهارده جميله، ربنا يهنيهم يا رب، ربنا يرهن كل عرايس ويرزق كل مشتاق يا رب. هنا كمان دخلتنا الحمام بتاعها، هنا طبعا ده البانيو، وكمان الحمام طبعا حجمه يعني متوسط بس ما شاء الله حلو. انا اخد البانيو واخد التويليت كل حاجه، حجمه ما شاء الله حلو يعني. في عرايس بتشوف مثلا او عريس ما بيشوف الحمام بتاعه مش كبير ما بيحبش يعمل فيه البانيو، بس هنا ما شاء الله كان على قاضي الغرض يعني. هنا بقى دخلنا على شقه ثانيه مختلفه اهو، دي برضو مجموعه صور انا جبتها عشان اوريكم كمان الستايلات المختلفه. هنا كمان ده كده شكل سفره صغيره ومعاها النيش بتاعها. هنا برضو بقى انا بحب بقى شايفين اما بيكون اللون الكشمير ده مع الفيروز ده، انا بحب كده ستايل اللونين دول مع بعض بيدوا شكل حلو قوي.
اتمنى طبعا الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم. لو عجبتوا طبعا الفيديو ما تنسوش طبعا تفرحوا العرايس اللي معايا النهارده وتحطوا لهم لايك، واستنى منكم كومنت حلو في التعليقات، واشوفكم ان شاء الله على خير ومع السلامه.